الفيديو ده للصف الاول الابتدائي، لو ابنك في السنة اولى هنعرفه ازاي يدخل على المنصات التعليمية ويستفاد منها. الفيديو عبارة عن جزئين، الجزء الاول بيعرفني اسم المنصة وازاي ادخل على المنصة، والجزء التاني في الفيديو بيعرفني ازاي استخدم المنهج الموجود على المنصة. هنبدأ بالجزء الاول. الجزء الاول بيعرفني اسم المنصة وازاي ادخل عليها. ببدأ من خلال جوجل، بكتب في خانة البحث وزارة التربية والتعليم، بيجي لي الرابط بتاع الوزارة، بيفتح لي الصفحة دي زي ما احنا شايفينها، دي الصفحة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم. بنزل تحت بالماوس بلاقي عنوان اسمه المنصات التعليمية، في كذا منصة، احنا عايزين منصة اللي هي بوابة التعليم الالكتروني، بدوس عليها بيفتح لي اللي هي الصفحة دي زي ما احنا شايفين، فيها المناهج من رياض اطفال لغاية المرحلة الثانوية. انا هاخد المرحلة الابتدائي، هختار الفصل الدراسي الثاني او الاول زي ما انا عايز، باخد الصف الاول الابتدائي، بدوس على البرمجيات. هو في اختيارات كتيرة زي رسوم متحركة، دليل المعلم، مواصفات ورقة الامتحان وهكذا. انا دوست على البرمجيات، هيطلع لي الحاجات دي، جايب لي العربي والانجليزي الوحدات زي ما احنا شايفين، جايب لي دروس العربي ودروس الانجليزي، وكاتب لي استعراض او تحميل. لو دوست تحميل هينزلها لي على الجهاز، ولو دوست استعراض هيفتحها لي على طول. الجزء الثاني من الفيديو هنوضح ازاي نستخدم الحاجات اللي موجودة على المنصة، من خلال ان احنا هنستخدمها مباشر من على المنصة، او من خلال ان احنا نسطبها على الجهاز. نرجع لنفس الصفحة، لو قلنا استعراض هيفتح لي مباشر، لو دوست تحميل هينزلها لي على الجهاز. بعد ما بنزلها بتنزل على الجهاز، بقف على الملف اللي انا نزلته وبختار الاختيار الثالث اللي هو انا عايز افرده. بعد ما افرده انا فاصل النت دلوقتي، اهو مفيش نت، هفتح الملف اللي انا سطبته وهختار هنا، هيفتح لي القايمة دي. طبعا انا كنت فاتحه قبل كده، بيقول لي هتكمل، بقول له ماشي. انا عندي هنا في قايمة في الكلمات، الاستماع، الصوتيات، الكتابة، الرسم، في علوم وفي جغرافيا، يعني مواد مرتبطة ببعضها، في القصة وفي الاكتيفيتي، كل حاجة مفروض الطالب يدخل عليها. يعني انا هدوس على الكلمات مثلا. It's rainy today. I like rainy days. It's windy too. Whoa! My umbrella! بدوس على السهم ده بيجيب لي الجزء اللي بعد كده. هنا القايمة برجع لها تاني، هسمع مثلا الصوتيات، بدوس على الصوتيات. في هنا علامة الصوت، أدوس عليها أسمع الكلمة، نسمع كده مع بعض. مون هو بينطق الصوت بتاع حرف الام وبينطق الكلمة. اسمعها مرة كمان. مون برضو نفس الحكاية بقية الكلمات. طيب نرجع للقائمة الأساسية. رايتنج، هلاقي هنا في رايتنج اللي هو الكتاب، بيشرح للطالب ازاي الطريقة الصح للكتابة. ادوس على السهم ده يجيب لي اللي بعديها، هو عايزني اعمل بايدي الماوس اهو، وامسك وانزل واكتب.
لو عايز اعمل التدريب مرة تانية وهكذا ارجع للصفحة الاساسية في ستوري وفي اكتيفيتي، الطالب يدخل على كل العناوين دي ويشوف اللي فيها. انا كده ذاكرت الدرس بتاعي وممكن اعيد مرة واثنين وثلاثة من غير نت. انا كل الحكاية هحمله واسطبه، بس في برامج محتاجة ان احنا تبقى موجودة على الجهاز عندنا علشان تفرد لي الملف. يعني هو الملف بينزل مضغوط زي ما احنا شايفين، بفرده من خلال البرامج دي. هحط لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو، او ممكن اسمعها مباشر من عن طريق النت. ولو في اي مشكلة قابلتك في التحميل او الدخول على الموقع اكتب لنا في التعليقات، واحنا هنحط اللينك بتاع الوزارة واللينك بتاع المنصات التعليمية واللينك بتاع البرامج اللي انت محتاجها عشان تشغل اللي هي برنامج اسمه تحميل. ممكن تكتب كده في جوجل تحميل برنامج فرد الملفات المضغوطة، في كذا برنامج تنزلهم وتشوف ايه اللي مناسب للجهاز بتاعك. وعايزين نشوف تعليقاتكم ورأيكم في الفيديو.